بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي الطلبة، اليوم سنتناول بالدراسة الوحدة الأولى في الكتاب مادة الأحياء العلوم الحياتية للصف الثاني عشر علوم. طبعا الوحدة الأولى تتحدث عن الكائنات الدقيقة، تتكون من فصلين، الفصل الأول البكتيريا والفصل الثاني الفيروسات. سوف نتناول في هذا اللقاء دراسة البكتيريا. طبعا نبدأ في لمحة تاريخية، من هو مكتشف المجهر البسيط؟ طبعا احنا بنستخدم المجهر لرؤية البكتيريا، فمكتشف المجهر البسيط العالم ليفنهوك. اذا يعتبر العالم ليفنهوك هو مكتشف المجهر البسيط. العالم باستير دحض نظرية الخلق التلقائي وأثبت نظرية الأصل الحيوي. كان يعتقد قديما أن الكائنات الحية تنشأ من أشياء غير حية، فمثلا عندما كانوا يضعوا قطعة لحم وتخرج منها إلا هي الديدان، كانوا يعتقدوا أن الديدان تولدت تلقائيا من مادة اللحم. ولكن عندما أتى العالم باستير دحض هذه النظرية وأثبت أن الكائنات الحية تنشأ من كائنات حية سابقة ومشابهة لها. ما هي فرضيات العالم كوخ لإثبات العلاقة بين الكائن الدقيق والمرض المسبب له؟ عندما قام العالم كوخ بدراسته على مرض الجمرة الخبيثة وبأبحاثه على الجمرة الخبيثة التي أدت إلى نفوق آلاف الماشية والأغنام في ذلك الوقت، لاحظ ما يأتي. أولا، وجود الكائن الدقيق في العائل المصاب وعدم وجوده في كائن غير مصاب. عندما أخذ عينة الدم ووضعها تحت المجهر لاحظ وجود البكتيريا في الكائن المصاب وعدم وجودها في الكائن غير المصاب. إمكانية عزل الكائن الدقيق من العائل المصاب وزراعته في بيئة مناسبة في مزرعة نقية خارج الجسم. عندما نأخذ البكتيريا ممكن نزرعها في وسط غذائي خارج الجسم، تنميتها في صحن أجار في وسط غذائي سائل كما سيرد تفصيلا. إذا استخلص الكائن الدقيق الذي تمت زراعته وحقن مرة أخرى بعائل سليم، فإن العائل سيصاب بالمرض. يعني لو أخذنا البكتيريا اللي تمت زراعتها في وسط غذائي وزرعناها في كائن سليم، فإنها ستؤدي إلى إصابته بالمرض. إذا تم إعادة عزل مسبب المرض ثانية من العائل المصاب وزراعته ثانية في المختبر، فإنه سيبقى ممرضا بطبيعة الحال. إذن هنا قد نتعرض لهذا السؤال، ما هي فرضيات العالم كوخ لإثبات العلاقة بين الكائن الدقيق والمرض المسبب له؟ أماكن تواجد البكتيريا. البكتيريا تنتشر في بيئات مختلفة، طبعا في بتعيش في الهواء، في الماء، في التراب، في جميع الأماكن أينما يخطر على بالك تتواجد بكتيريا. بعضها يعيش داخل أجهزة جسم الإنسان والكائنات الحية. طبعا يوجد بكتيريا تعيش في جسم الإنسان معيشة تكافلية كما في بكتيريا القولون، أو بشكل ممرض كما في أغشية السحايا المغلفة للمخ والحبل الشوكي. لماذا صنفت البكتيريا ضمن مملكة البدائيات؟ طبعا صنفت البكتيريا ضمن مملكة البدائيات، أولا هي كائنات وحيدة الخلية، ولكن ليس هذا هو المهم. المهم أنها لا تحتوي على غلاف نووي يحيط بالنواة. الكروموسوم موجود بدون ما يحاط بغلاف نووي. في الكائنات حقيقية النواة الكروموسومات والمادة الوراثية محاطة بغلاف نووي واضح. إذن لأنها كائنات وحيدة الخلية تحتوي على كروموسوم وحيد غير محاط بغلاف نووي. أيضا تخلو البكتيريا من معظم العضيات الموجودة في الكائنات حقيقية النواة، يعني لا تحتوي على ميتوكوندريا، على جهاز جولجي، على شبكة اندوبلازمية، إنما يقوم الغشاء البلازمي في هذه البكتيريا طبعا بوظائف العضيات المختلفة، فقط تحتوي على رايبوسومات. ما هي أقسام مملكة البدائيات التي صنفت البكتيريا ضمنها؟ صنفت البكتيريا إلى أربع قبائل. أولا البكتيريا الحقيقية. البكتيريا الحقيقية هي أكبر القبائل البكتيريا، طبعا بتمارس أنماط حياتية مختلفة. الأنماط الحياتية المختلفة التي تمارسها البكتيريا منها ما يعيش معيشة حرة، منها ما يتطفل على الكائنات الحية المختلفة مثل الإنسان والنبات والحيوان،
طبعا، ومنها ما هو رمي يقوم بتجسير أو بتحليل الأجسام الميتة والاستفادة منها. اثنان، البكتيريا الخضراء المزرقة، كما نلاحظ في الشكل لاحظ وجود، وهذا شكل للبكتيريا الخضراء المزرقة. البكتيريا الخضراء المزرقة كانت تصنف قديما ضمن مملكة الطحالب، ولكن عندما تمت ملاحظتها تحت المجهر لوحظ أنها لا تحتوي على نواة، فبالتالي المادة الوراثية غير محاطة بغلاف نووي، فتم إعادة تصنيفها ضمن مملكة البدائيات. تحتوي على صبغة كلوروفيل A وصبغة زرقاء، هذه الأصباغ لا توجد داخل بلاستيدات خضراء، إنما توجد داخل أغشية خاصة، وهذا أيضا ما جعلهم يصنفوها ضمن مملكة البدائيات. النوع الثاني من الثالث من البكتيريا، البكتيريا القديمة. البكتيريا القديمة تختلف عن البكتيريا الحقيقية في طبيعة تركيب الجدار والأغشية الخلوية. يوجد ثلاث أنواع من هذه البكتيريا: البكتيريا المنتجة للميثان طبعا، وهذه بتعيش إلا هي في أماكن مختلفة، بتقوم بتحليل بعض المركبات العضوية وإنتاج غاز الميثان منها. البكتيريا المحبة للملوحة العالية، ضغط الاسموز عالي فتتحمل ملوحة عالية جدا. جيم البكتيريا المحبة للحموضة والحرارة، توجد هذه الأنواع من البكتيريا حتى أنهم وجدوها على فوهات البراكين، تتحمل درجات حرارة عالية جدا. أربع، البكتيريا النباتية. لماذا سميت البكتيريا النباتية بهذا الاسم؟ نظرا لاحتوائها على صبغة كلوروفيل A وB، هذه الأصباغ موجودة في الخلايا النباتية، كما أنها تقوم أيضا بعملية البناء الضوئي. حدد أشكال البكتيريا. البكتيريا يوجد لها ثلاث أشكال رئيسية. في عند أولا البكتيريا الكروية، لاحظ شكلها كروي. في عندي بكتيريا عصوية، وفي بكتيريا النوع الثالث البكتيريا اللولبية. إذا هذه الأشكال الرئيسية للبكتيريا. هنا مهم جدا يسأل الطالب عن مثال لكل نوع. فنأتي أولا إلى البكتيريا الكروية. البكتيريا الكروية تنقسم وبعد انقسامها تأخذ عدة أشكال. أولا ثنائية التجمع، تتجمع على شكل إيش؟ أزواج، مثل البكتيريا المسببة لمرض التهاب السحايا. رباعية التجمع على شكل أربع حبيبات زي البكتيريا الكروية الدقيقة، تأخذ شكل رباعي بعد انقسامها في ثلاث مستويات. جيم ثمانية التجمع زي بكتيريا السارسينيا. في عندي البكتيريا الكروية السبحية، تتجمع على شكل سبحة زي المسببة لالتهاب الحلق. والآن النوع الأخير طبعا بكتيريا عنقودية مثل البكتيريا العنقودية الذهبية. فهذه ضروري جدا أنه تكون عارفها، لأنه بيأتي سؤال اذكر مثالا لبكتيريا عنقودية، فبدأ نقول البكتيريا العنقودية الذهبية. بكتيريا عصوية، في عندي ممكن نوعين منها. في بكتيريا واوية الشكل مثل بكتيريا الكوليرا، أو بكتيريا عصوية على شكل سلسلة مثل بكتيريا الجمرة الخبيثة. في عندنا نوع الثالث البكتيريا اللولبية، تأخذ شكل لولبي مثل المسببة لأحد أنواع الحمى. في بكتيريا متغيرة الشكل، هذه البكتيريا مثل بكتيريا المايكوبلازما. طب ليش بتغير شكلها وعندها المقدرة على تغيير الشكل؟ لأنه هذه البكتيريا تخلو من الجدار الخلوي. الجدار الخلوي ميزته أنه صلب، فلا يعطي البكتيريا مرونة في إيش؟ تغيير شكلها. لكن الغشاء البلازمي هو طبعا مرن، فالجدار الخلوي مش موجود، موجود الغشاء البلازمي، تستطيع البكتيريا أن تغير شكلها. فإذا لو جانا سؤال علل، تستطيع بكتيريا المايكوبلازما تغيير شكلها، فبتقول لخلوها من الجدار الخلوي. مما تتكون الخلية البكتيرية؟ شو هي مكونات الخلية البكتيرية؟ الخلية البكتيرية بتتكون من ثلاث مكونات رئيسية: جدار خلوي وغشاء خلوي وسيتوبلازم. إذا هذه المكونات الرئيسية للخلية. يسأل الطالب عن شكل الخلية البكتيرية. طيب لو جينا الآن جزء جزء، زي ما احنا ملاحظين انه في عندي جدار خلوي تحاط البكتيريا، بعض انواع البكتيريا احيانا بمحفظة
سوف نقوم بدراستها. في عند الغشاء البلازمي الموجود للداخل، وزي ما احنا شايفين انه بتخرج منه زوائد، وفي جوا انغمادات في الداخل تسمى ميسوسومات. في عند كروموسوم وحيد، هذا المنطقة النووية. في عند بلازميد، بنلاحظه سوف نقوم بدراسته ايضا، ولاحظ ايضا الاصوات اللي سوف نقوم بدراستها جميعا، وهي عند الزوائد وهي السيتوبلازم. سوف نقوم بدراسة هذه المكونات للخلية البكتيرية بالتفصيل. اولا، مما يتكون الجدار الخلوي للبكتيريا؟ الجدار الخلوي بيتكون من مادة بروتينية تضاف اليها بعض السكريات تسمى مادة بيبتيدو غلايكان. طبعا واهميته الجدار الخلوي انه بيحيط بالخلية البكتيرية، بيقوم بحمايتها، بيحميها من الظروف الخارجية، الحرارة والضغط الى اخره، وبيعطيها الشكل الخارجي. اذا هذه اهمية اللي هو ايش؟ الجدار الخلوي. بناء على سمك طبقة البيبتيدو غلايكان، تقسم البكتيريا الى نوعين، بكتيريا موجبة جرام وبكتيريا سالبة جرام. يوجد عالم يدعى جرام استعمل له طريقة لصبغ البكتيريا، ولاحظ ان البكتيريا بعد ما يقوم بصبغها تنصبغ الى لونين، بنفسجي ولون زهري. طبعا نيجي الان على البكتيريا موجبة جرام. البكتيريا موجبة جرام، نلاحظ ان سمك طبقة البيبتيدو غلايكان المكونة للجدار الخلوي هي سميكة. لاحظ انه البكتيريا سالبة جرام، سمك طبقة البيبتيدو غلايكان هي رقيقة، وبغطيها طبقة من ليبيدات سكرية. لأن طبقة البيبتيدو غلايكان تنحصر بين الطبقة الخارجية الليبيدات السكرية وبين الغشاء الخلوي. الطبقة هي طبقة رقيقة زي ما احنا ملاحظين. الآن بعد عملية الصبغ، طبعا في تفسير للآلية ولكن لا يسأل عنه الطالب، المهم انه البكتيريا موجبة جرام بتكتسب نظرا لسمك طبقة البيبتيدو غلايكان، بتكتسب صبغة جرام البنفسجية ولا تفقدها، فبالتالي بيبقى لونها بنفسجي. انما البكتيريا سالبة جرام تكتسب صبغة جرام البنفسجية، ولكن لكون طبقة البيبتيدو غلايكان طبقة رقيقة تفقدها عندما يتم إضافة الكحول، وتكتسب اللون الزهري، لون صبغة الصفرانية. فإذا لو جانا مقارنة، الموجبة يتكون الجدار الخلوي من طبقة سميكة من البيبتيدو غلايكان يحيط بالغشاء الخلوي ويكتسب اللون البنفسجي. سالبة جرام يتكون الجدار الخلوي من طبقة رقيقة من البيبتيدو غلايكان تنحصر بين الغشاء الخلوي والغشاء الخارجي وتكتسب اللون الزهري. ما المقصود طبعا بالميسوسومات وما أهميتها؟ لو جينا للغشاء البلازمي، يوجد به انغمادات تسمى الميسوسومات، ولها دور في انقسام الخلية وتكوين جدار خلوي جديد، وأيضا تساهم في العمليات الأيضية. لأنه قلنا الغشاء البلازمي البكتيريا تشفي فيها عضيات، فالغشاء البلازمي بيقوم بدور هذه العضيات. ما المقصود بكل مما يأتي؟ الأصوات. الأصوات زوائد رفيعة صلبة تمتد من الغشاء الخلوي عبر الجدار الخلوي. ما أهميتها؟ لها أهمية في حركة السائل واندفاعه في الوسط السائل بتعيش فيه، يعني بتعمل زي المجاديف، فبتساعده على إيش؟ على الحركة في الوسط السائل. في الزوائد شعيرات قصيرة ناعمة، هنا لا علاقة لها بالحركة. طب إيش أهمية الزوائد؟ لها أهمية في التصاق البكتيريا بأنسجة العائل، بتساعد لما يجي بكتيريا تتطفل على عائل، بتساعده على الالتصاق البكتيريا بأنسجة العائل، أو التصاق البكتيريا معا في المستعمرات البكتيرية أثناء النمو البكتيري. في عند الشعيرات الجنسية تستعمل لنقل المادة الوراثية بين الخلايا أثناء عملية الاقتران. فإذا هذه الزوائد اللي بنشوفها، يوجد نوع من الزوائد أكبر شوية من بقية الزوائد اللي ملاحظينها لونها الأزرق الفاتح، هذه تسمى الشعيرات الجنسية. هذه لا علاقة لها بالالتصاق، إنما لها دور كما سيأتي تفصيله في عملية الاقتران وانتقال المادة الوراثية من خلية بكتيرية إلى خلية بكتيرية أخرى. يوجد لدينا الأبواغ. ما المقصود بالأبواغ؟ الأبواغ هي عبارة عن حويصلات صغيرة،
موجودة في داخل الخلية البكتيرية. عندما تتغير الظروف وتصبح غير مناسبة لنمو البكتيريا، ارتفاع درجة حرارة الوسط، البي اتش، ملوحة شديدة، تلجأ البكتيريا للمحافظة على نفسها من الانقراض كالآتي: انه بتيجي على المنطقة النووية الكروموسوم والمنطقة النووية وبتحيطه اللي هو بغشاء قوي. هذا الغشاء يتكون من أملاح الكالسيوم وحمض عضوي قوي، داي بايوكلينيك أسيد، لا يسأل عنه الطالب. طبعا إذا المنطقة النووية جزء من السيتوبلازم يحاط بغشاء أو بجدار سميك من أملاح الكالسيوم ومن حمض عضوي قوي. هذا الأمر بيؤدي إلى حفظ المنطقة النووية من التغيرات الخارجية. يعني إيش ما تغير، لو مات كل الجزء الخارجي من البكتيريا تبقى المادة الوراثية موجودة. طبعا عندما تتحسن الظروف الجدار الخلوي بتحلل، بيبدأ نمو المنطقة النووية والسيتوبلازم لتكوين خلية بكتيرية جديدة. لذلك لا يعتبر تكوين الأبواغ نوع من أنواع التكاثر، لأنه كل بوغ بيؤدي إلى إنتاج خلية بكتيرية وحيدة. أذكر مثال لبكتيريا مكونة للأبواغ يسأل عنه الطالب. طبعا بنقول بكتيريا الجمرة الخبيثة والبكتيريا المسببة للتسمم الغذائي. ما هي طرق انتقال المادة الوراثية؟ في عندي ثلاث طرق. أول طريقة الاقتران، إنه البكتيريا اللي بتعيش في مستعمرات قريبة من بعضها البعض تلجأ إلى الاقتران عبر الشعيرات الجنسية. فعندما اللي تتلاحم أو تلتصق الشعيرات الجنسية مع بعضها وتتصل، بيبدأ انتقال جزء من المادة الوراثية من خلية بكتيرية معطية إلى خلية بكتيرية مستقبلة. طبعا الشعيرات الجنسية هنا تمثل جسرا تمر عليه إيش؟ المادة الوراثية المنتقلة. طبعا بتنتقل المادة الوراثية، بتندمج مع بلازميد الخلايا البكتيرية المستقبلة. هذا الأمر بيزيد من فرص التنوع الوراثي. في عند النوع الثاني التحول، يقصد بالتحول طبعا عملية انتقال المادة الوراثية من الوسط اللي بتعيش فيه البكتيريا إلى داخل الخلايا البكتيرية. طبعا برضه هذا بيزيد من فرص التنوع الوراثي. يوجد لدينا الإنقال الفيروسي، إنه عندما يتطفل الفيروس على خلية بكتيرية يقوم في الدورة الاندماجية التي سيأتي تفصيلها في الفصل الثاني، إنه بينقل معه أجزاء من المادة الوراثية من الخلية البكتيرية اللي تطفل عليها إلى خلية بكتيرية أخرى. طبعا برضو هذا أيضا يزيد من فرص التنوع الوراثي. أرسم شكلا يبين العراقة بين درجة الحرارة ومعدل النمو البكتيري. إذن في عنا لو شكل يوضح موجود في الكتاب كيف العلاقة بين معدل النمو البكتيري وبين له درجة الحرارة. بنلاحظ أنه البكتيريا في درجات الحرارة المنخفضة بيكون معدل نموها قليل، يزداد بالتدريج بيصل لأعلى درجة من هذا المعدل بنسميها درجة الحرارة المثلى، بيكون نمو البكتيريا في أقصى درجة له. بعدين كل ما زود درجة الحرارة بيبدأ شوية شوية اللي هو معدل النمو البكتيري ينخفض. والسبب في ذلك إنه درجات الحرارة المرتفعة بتأثر على الإنزيمات الموجودة في البكتيريا وعلى البروتينات، طبعا بتكسرها مما يؤدي إلى قلة النشاط ومن ثم اللي هو موت البكتيريا. أذكر مثال طبعا العلاقة بين البكتيريا وحاجة البكتيريا للأكسجين. أذكر مثال لكل من بكتيريا هوائية إجبارية مثل البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي، هذه لا تعيش إلا في وجود الأكسجين. بكتيريا لا هوائية إجبارية مثل بكتيريا الكزاز، بكتيريا هوائية اختيارية بتعيش في وجود وفي غياب الأكسجين، ولكنها تفضل العيش في وجود الأكسجين مثل بكتيريا القولون. بالنسبة لدرجة البي اتش، معظم أنواع البكتيريا تفضل العيش في أوساط متعادلة، بي اتش يساوي 7، وبعضها يعيش في أوساط حامضية حتى بي اتش يساوي 4. تكاثر البكتيريا، تتكاثر البكتيريا في الظروف المناسبة لا جنسيا عن طريق الانشطار الثنائي. وبنلاحظ شكل الانشطار الثنائي أيضا موجود لدينا، أنه البكتيريا بيصل نموها إلى ضعف النمو الطبيعي الحجم الطبيعي، بعدين إيش الخلية بتنقسم إلى خليتين. لو جينا لتنمية البكتيريا، البكتيريا بتم تنميتها
في نوعين من الأوساط الغذائية، وسط غذائي جامد ووسط غذائي سائل. الوسط الغذائي الجامد انه بيحتوي على مواد غذائية تضاف اليها مادة الآجار بنسبة 21%. لما تضاف مادة الآجار الى الوسط الغذائي يصبح جامدا، فيستخدم يصب في صحون تسمى صحون بتري، بتري دش، وطبعا تزرع عليها البكتيريا، فبنلاحظ كيف شكل النمو البكتيري على وسط غذائي جامد. هنا الشكل وأطوار النمو البكتيري أيضا مهمة. تمر البكتيريا أثناء نموها بأربعة أطوار. في عندي طور التحضيري، طور النمو اللوغاريتمي، طور الثبات، وطور الموت. نلاحظهم طور طور. لو جينا الآن على الطور التحضيري، الطور التحضيري طبعا بيكون نمو البكتيريا بسيط جدا. لما نزرع بكتيريا في وسط غذائي، البكتيريا أول ما تنزرع في الوسط الغذائي بتبدأ طبعا أول شيء تدرس هل الوسط مناسب إلها ولا لا، بعدين بتبدأ تجمع المكونات اللازمة لنموها وانقسامها. بعد ما تجمع المكونات اللازمة لنموها وانقسامها بتبدأ في الطور الثاني، طور النمو اللوغاريتمي. تنمو بشكل لوغاريتمي، إنه الخلية البكتيرية تنقسم إلى خليتين، والخليتين إلى أربعة، والأربعة إلى ثمانية، وهكذا. بنيجي لطور الثبات. طور الثبات بيكون عدد البكتيريا الناتجة يساوي عدد البكتيريا الميتة. طب ايش السبب؟ انه اول شيء الوسط الغذائي، المواد الغذائية في الوسط تم استهلاكها. بعدين نواتج عمليات الايض السامة اللي هي تجمعت، احنا عندنا في الانسان تخلص الانسان من نواتج العمليات الايض مادة البولينة عن طريق البول، فبتتجمعش في جسمه. عشان هيك لما يصير عند الانسان فشل كلوي يصير جسمه التسمم، يصاب الجسم بالتسمم. ولكن في البكتيريا لا يوجد جهاز إخراجي، فبتتجمع نواتج عمليات الأيض السامة في داخل الوسط الغذائي. طبعا هذه بتحد أيضا من نمو البكتيريا. الطور الأخير هو طور الموت. عدد البكتيريا الميتة أكثر من عدد البكتيريا الناتجة، استهلكت المواد الغذائية ونواتج عمليات الأيض السامة، فبيبدأ المنحنى في النزول باتجاه الصفر، أي باتجاه أنه لا يصبح أي نوع من البكتيريا موجودة في الوسط الغذائي. الآليات التي تستخدمها البكتيريا لإحداث المرض في الإنسان تستخدم عدة آليات. أول آلية إفراز السموم، وهي نوعان. السموم التي تفرزها البكتيريا نوعان، سموم داخلية وسموم خارجية. قد يسأل الطالب هنا قارن بين السموم الخارجية والسموم الداخلية، ما الفرق بين السموم الخارجية والسموم الداخلية؟ السموم الداخلية سكريات دهنية، عبارة عن سكر موجودة في البكتيريا سالبة جرام. مش قلنا في طبقة من اللايبيدات السكرية بتغطي طبقة البيبتيدوغليكان، فهذا عندما تموت البكتيريا الموجودة في الوسط تتحلل. لما تتحلل في الوسط الغذائي تعتبر هذه مواد سامة، فإذا سكريات دهنية من مكونات الجدار الخلوي تطلق عند تحلل البكتيريا. طب ايش في امثلة على بكتيريا مكونة ومفرزة للسموم الداخلية؟ البكتيريا بكتيريا التيفوئيد او السالمونيلا. بكتيريا التيفوئيد او السالمونيلا هي من البكتيريا المنتجة للسموم الداخلية. في عند السموم الخارجية البكتيريا اثناء حياتها واثناء نشاطها في الوسط الغذائي الموجود تفرز سموم. زي البكتيريا طبعا ايش تعتبر هذه السموم؟ من نواتج عمليات الايض، البناء والهدم الخاص بالبكتيريا. طيب ايش في بكتيريا بتفرز سموم خارجية؟ زي بكتيريا الكزاز. علل تعتبر السموم الخارجية اشد خطورة من السموم الداخلية، لان السموم الخارجية تؤثر على الاعصاب وعلى الجهاز العصبي. طيب الطريقة الثانية تلاف وتدمير الخلايا، زي بكتيريا السل تيجي على الخلايا تبعت الرئتين وبتفرز او بتقوم بتحطيم وبتتلف هذه الخلايا، بتكون فيها تجاويف، فالرئتين يصابن اللي هو بهذا الداء او بداء السل اللي معروف. افراز الانزيمات، في بعض انواع البكتيريا بتفرز انزيمات محللة، زي مثلا بكتيريا كلوستروديوم. بكتيريا كلوستروديوم كيف بتأدي للإصابة بالمرض؟ انها بتفرز انزيم محلل الكولاجين. الكولاجين كما سيأتي تفصيله في الوحدة الرابعة انه عبارة عن الياف بتعمل على تماسك الانسجة مع بعض. طيب
لما يتحلل الكولاجين التماسك ما بين الخلايا والأنسجة بينتهي، فبتستطيع الآن البكتيريا اختراق الأنسجة بكل سهولة. إذن هذه الآليات التي تستخدمها البكتيريا لإحداث المرض، في عندي السموم، تلاف وتدمير الخلايا، إفراز الإنزيمات. طرق انتقال العدوى، كيف بتنتقل العدوى للإنسان؟ طبعا في عندي عن طريق الجهاز الهضمي، تذكر مثال الحمى الملطية والكوليرا، الجهاز التنفسي زي بكتيريا السل والتهاب ذات الرئة، الجهاز التناسلي زي البكتيريا المسببة لمرض السيلان والزهري، الجلد مثل بكتيريا الكزاز. طبعا في عندي بعض الأمراض اللي بتسببها البكتيريا، في التهاب اللوزتين، الكزاز، التسمم الغذائي والحمى الملطية. الكزاز، تسمم الغذائي، الحمى الملطية موجودات في الجدول صفحة 20 الموجود في الكتاب المدرسي. طبعا في عندي البكتيريا لها آثار إيجابية وآثار سلبية. الآثار السلبية أنه بتسبب أمراض خطيرة للإنسان والحيوان والنبات، تتلف المواد الغذائية. هذه النقطة مهمة، أنه بعض أنواع البكتيريا الهوائية بتحلل النترات الموجودة في التربة إلى غاز نيتروجين. الآن النيتروجين يفقد من التربة، بتصاعد، فبنفقد غاز النيتروجين من الهواء الجوي، فبتقل خصوبة إيش؟ التربة. الآثار الإيجابية، أكسدة ومعالجة المياه العادمة، تثبيت نيتروجين الهواء الجوي كما في بكتيريا النيتوباكتر اللي بتعيش طبعا النيتروزوموناس آسف، لأنه هذه البكتيريا بتعيش في العقد البكتيرية في جذور النبات، فبتأدي إلى إيش؟ فبتأدي إلى تثبيت نيتروجين الهواء الجوي. هذه البكتيريا اللي هي بكتيريا من جنس رايزوبيوم وليس نيتروباكتر. في الصناعة تستخدم البكتيريا في إنتاج المضادات الحيوية، تخمير المواد العضوية، في هندسة الجينات، إنتاج بروتينات، وهذه نقطة مهمة، بروتينات وحيدة الخلية. بروتينات وحيدة الخلية تضاف إلى الأعلاف طبعا وبتكسبها قيمة غذائية. في بعض أنواع البكتيريا بتعيش معيشة تكافلية مع بعض الكائنات الحية، كما في بكتيريا القولون. هذه البكتيريا القولون الإنسان بيوفر لها الدفء والمأوى والغذاء، هي بتحلل بعض المواد الغذائية النواتج إلى فيتامينات زي فيتامين B12 وفيتامين K. كيف بنضبط نمو البكتيريا؟ تستخدم عدة طرق، تسخين، ترشيح، أشعة فوق بنفسجية، المواد الكيميائية، التجميد والتبريد. في التسخين مهم جدا نذكر عملية البسترة. ما المقصود بالبسترة؟ أنه نسخن الوسط الغذائي إلى درجة 70 لمدة 15 ثانية. هذا الأمر بيؤدي إلى القضاء على معظم أنواع البكتيريا الخضرية الغير مكونة للأبواق. ما المقصود بالمضادات الحيوية؟ المضادات الحيوية هي مواد كيميائية تفرزها بعض أنواع البكتيريا والفطريات والطحالب، لها القدرة على قتل أو إيقاف نمو البكتيريا مثل التتراسايكلين. أنواع المضادات الحيوية، المضادات الحيوية نوعين، مضادات حيوية ذات فعالية واسعة ومضادات حيوية ذات فعالية محدودة. الذات فعالية واسعة تقضي على البكتيريا موجبة جرام وسالبة جرام في آن واحد. أما البكتيريا ذات الفعالية المحدودة فهي فقط تؤثر إما على سالبة جرام أو على موجبة جرام. إيش خصائص المضادات الحيوية؟ المضادات الحيوية مميزاتها إنها تذوب في الماء، لا ترتبط مع بروتينات الجسم، آثارها الجانبية محدودة. إذن هذه مميزات أو خصائص المضادات الحيوية. قد نتعرض لسؤال، كيف تؤثر المضادات الحيوية على البكتيريا؟ بتأثر بثلاث طرق. أولا تحطم الجدار الخلوي أو الغشاء الخلوي، توقف صناعة البروتينات من خلال منع عملية الترجمة. طبعا تؤثر سلبا على نسخ جينات البكتيريا، فبتأثر على اللي هو عمل إنزيم بالمرة RNA، فبالتالي بتوقفه ولا يتم نسخ جينات البكتيريا، أو بتعمل على عدم توفير المواد الأساسية لنسخ الجينات. المضادات الحيوية بتناولها الإنسان إما عن طريق الحقن أو عن طريق البراهم أو عن طريق إيش الحبوب اللي بيستخدمها الإنسان من خلال الكبسولات. إذن أعزائي الطلبة، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفصل الأول من الوحدة الأولى البكتيرية. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في الفصول القادمة، لكم منا أجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.